أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية في الرقية؟ وهل يقرأ على ماء ثم يشربه المريض، أم ينفث عليه ماء، أم ينفث عليه مباشرة، أم يرضيه من خلال التلفون؟ الطريقة الشرعية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينفث على المريض أو موضع الإصابة منه ويقرأ آية، يقرأ سورة الفاتحة، سورة الإخلاص والمعوذتين، وما يتيسر من الأدعية بالشفاء، الأدعية من الكتاب والسنة بالشفاء، أو أنه يقرأ في ماء ويسقاه المريض. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا من الرقية أن تكتب الآيات والأدعية على مكان نظيف من صحن أو إناء أو أوراق، ثم تمحى بالماء ويشرب المحو، محو الكتابة يشربه المريض. هذه الأنواع. أما القراءة في الهاتف فهذه لا أصل لها، والمريض له عندك ولا يصل إليه النفس، ما يصل إليه النفس، وليس هو نفسا فيما يشربه، إنما هو ضياع